في الو تاني، في الو تاني. لا الحبايب كتير بقى، انا حبايبي كل ما اجي اسالك هو حبايبي كابتن يقولوا لي يقول الو. الو يا اتفضل. خلود، يا خلود يا حبيبي، حبيبي يا رمضان السيد معاك يا خلود يا يا حبيبي. رمضانة، رمضان يا ازيك؟ جميل ربنا يخليك يا خالد. حبيبي يا رمضان، ازيك؟ الله يخليك يا خالد، الله يخليك يا حبيبي. تحياتي حبيبي ليك يا ساره، تحياتي لحضرتك، منورنا يا كابتن. ربنا يخليك احنا يا ساره، قاعدين انت قعده منوره ذكريات كده منوره يا كابتن القناه. بقى، عمالين نتكلم على الذكريات، الجيل الذهبي بس. طبعا يعني انتوا ذكريات كتير مع بعض يا كابتن خالد. والله والله، الاول الاول يا ساره هقول لك حاجه بالنسبه اتفضل. لخالد جلال الله. الحقيقه يعني من اللعيبه اللي يعني انا في رايي كمان اتظلم كمان، لان خالد كان من اللعيبه الكبار جدا، من النجوم الكبار جدا في مصر الحقيقه. ويعني اولا بلاي ميكر، ومن اقوى اللعيبه اللي كانت بتسدد في مصر، وهداف، ويعني حاجه جميله، شخصيه جميله كمان، شخصيه محترمه جدا وشخصيه جميله جدا جدا. ما اعتقدش ان خالد طول حياته الحقيقه عمل مشكله في اي حاجه، في تمرين، في مباراه، في بره بره النادي. خالد من الشخصيات اللي انا اللي بحبها جدا جدا جدا، والقريبه لقلبي. واحنا يمكن في بطوله احنا جبناها كاس مصر، اعتقد ان هو كان يعني كنا الحمد لله كنا نجوم البطوله دي، كاس مصر ايوه كان 83، 3-1 وكان معناش برضه قدام المصري، بالظبط يا 3-1. خلود. وكنا ناقصين لعيبه يا كتير خالد، جدا، كنا ناقصين، يمكن ما كانش في حد من القدام غير انا وانت وعامر وعلاء بالظبط. بالظبط. وجبنا بطوله الحقيقه بمستوى عالي جدا الحقيقه. ده رمضان كمان فانا يعني بحييكم وبحيي القناه الحقيقه، ان الحقيقه خالد جلال الله انا في رايي من النجوم الكبار جدا جدا اللي جم في تاريخ الكره المصريه. الله يخليك يا رمضان، وانت من اللعيبه المواهب اللي برضو القليلين جدا ربنا على يخليك يا مستوى خالد. خط النص، لعيب كبير واحنا كنا في وقت يعني صناع اللعب كتير جدا واللعيبه الكويسه كتير جدا في خط نص النادي الاهلي، طبعا طبعا وكان يمكن النادي الاهلي عنده 3 فرق يلعب باي فرقه ما بتفرقش. بالظبط. سعيد اني احنا سمعت صوتك يا رمضان والله. في الوقت ده خلود لو تفتكر كاب صالح كان عاوز يشارك في بطوله ابطال الدوري وابطال الكاس، يعني من بالظبط كتر اللعيبه المميزه اللي كانت او بالظبط. النجوم اللي كانوا موجودين داخل النادي الاهلي الحقيقه. ايه رايك في بالظبط الصوره دي يا بالظبط. كابتن خالد؟ من الصور الجميله اهو رمضان اهو طبعا قاعد اهو، طبعا من الصور الجميله، وزكريا وطاهر مرحوم ثابت البطل الله يرحمه طبعا، وعلاء ومصطفى يونس وحسام ومجدي وصفا عبده الكابتن محمود الخطيب. لا يعني جيل رمضان السيد، ورمضان، انا قلت ماهر رمضان همام، وماهر همام ومدحت رمضان محمد واكرامي عباس، وعامر، محمد عامر محمد واكرامي. عباس الله يمسيه بالخير. لا اجيال كابتن رمضان بقى مبسوطه وانا بشوف حضراتكم قد ايه بتتكلموا على على قيمه تيشرت النادي الاهلي، وعلى انه قد ايه الجيل ده كان مدرك اهميه الانتماء للكيان. اكيد اكيد يا ساره، واولا الجيل ده كنا بنحب بعض بشكل يعني جدا. اولا احنا يمكن احنا طبقنا الاحتراف قبل ما يتطبق الاحتراف، يعني احنا كنا بنروح النادي يا ساره واحنا قبل الاحتراف ما يتطبق، كنا بنروح الساعه 11 الصبح، نقعد من 11 لغايه التمرين الساعه 3 نتمرن، وكمان نقعد في النادي اللي نتعشى مع بعض وبعدين نمشي. انت فاكر يعني يا رمضان قبل التمرين، قبل التمرين كنت انا وانت وعلاء ميهوب، احنا كنا نروح اوضه اللبس، في اوضه اللبس يعني نعمل الدكك لكنها شبكه فولي، ونقعد نلعب فولي جوه اوضه اللبس قبل التمرين بساعتين. فاحنا فعلا زي ما رمضان بيقول يعني كنا بنقوم من النوم نروح النادي، نمشي بالليل يعني نروح نفضل قاعدين في النادي، ناكل في النادي ونتمرن ونخلص ونروح ننام، وتاني يوم نفس القصه. وهو ده الاحتراف اللي بيتطبق دلوقتي، او صح ممكن ما بيتطبقش، بس احنا كنا بنعمله بالحب، حبا في الكوره مش عشان الفلوس ولا اي حاجه. الحقيقه انتوا امتعتونا، وتاريخ كبير قوي. بشكر حضرتك يا كابتن رمضان. حبيبي يا رمضان، سعيد اني سمعت صوتك، ربنا يطمني عليك. وانا سعيد جدا ان انا شفتك النهارده. الله بخير الحمد يخليك لله. الله يخليك ربنا رمضان. يخليك يا حبيبي، يا رب يا رب. جيل